ميمو عامل كيفكم يا فخمجيش في هذا العالم. معكم ميمو. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى استمر بنشر الفيديوهات. وطبعا اذا حبيتوا تتابعوني على باقي المواقع موجودة عندكم تحت باسفل الفيديو، موجود تحت بالدسكريبشن بالوصف. وخلينا نبلش الفيديو. بتعرفوا يا جماعة قبل ما اشتري التفاح لازم اجرب شغلة، بمسك باخذ عينه يعني تفاحه من التفاح اللي بدي اشتريه وبجرب هل بطلع هذا الصوت اللي راح اطلعه هالجيت ولا لا. اذا طلع هذا الصوت بشتري منه، اذا ما طلعش هذا الصوت مستحيل اكل من هذا التفاح. بدكم تسمع الصوت؟ المهم مش موضوعنا هذا اليوم. جبت لكم فيديو حبيبي على قلبك تسلم. اليوم جبت لكم فيديو عن اشخاص نجوا بعجوبة، صارت معهم حوادث او صار معهم ظروف او صار اشي معين معهم، نجوا من وراء هذا الاشي يعني بمعجزة بعجوبة يعني مش طبيعية. بهذا الفيديو راح تشوفوا اشخاص انكتب لهم عمر جديد، فبدناش نطول عليكم خلينا نشوف. بهذا الفيديو مش واحد اللي انكتب له عمر جديد، بالعكس كتير ناس انكتب لها في هذا الفيديو عمر جديد، لانه كان في بيت تقريبا دورين او ثلاث ادوار فطبقين يعني او ثلاث طوابق، كان جنب شارع عمومي بالضبط بيمروا فيه سيارات رايحين وجايين. فهذا البيت فيه مشكلة شكله في الاساسات او صاير اشي في هذا البيت فبده يقع. المشكلة وين بده يقع؟ بده يقع على الشارع العمومي، يعني على ايش؟ على الشارع اللي فيه السيارات. فعن جد يعني اشي الحمد لله يعني ما فيش ولا سيارة تضررت، فيش ولا حد تضرر، وكويس انه في بعض هو في سيارات فاتوا، بس في بعض كتير من السيارات انتبهت للموضوع وصفت وما رضيت تمشي الا لما من بعد ما وقع البيت. فخلينا نشوف الفيديو. في درجات نارية، في أشخاص بيعملوا حركات والناس متجمهرة يعني بيشوفوا هاي الحركات اللي بيعملها أصحاب الدراجات النارية. فغلطة واحد من الدراجات النارية إنه ضلوا مسرع وتزحلق مع الطينة والأرضية الناعمة، فتزحلق وخش على واحد. واحد كان ما بيدري في الموضوع وكان ماسك جواله بكامل، كانت ممكن تقتله أو تكسر رجليه قص. فأول ما شافها نط وطبعا راح تشوف الفيديو. بس المشكلة والمضحك في الموضوع إنه الزلمة كان بيكلم جوال قبل ما يصير الحادث، وبعد ما نط ونجى بعجوبة ضلوا بيكلم في الجوال يعني ولا كأنه صار شيء. طيار كان راكب بطيارته كان بيعمل في المظلة اللي هو ماسك جوال، الصراحة ما بعرف إذا عرفتوا انتوا اكتبوا بالكومنتات. فهو بيعمل في الأشي هذا، أجته طيارة من وراء يعني نجا منها بأعجوبة ومعجزة صارت معها، فيعني إشي بوقف القلب للأمانة. الفيديو في حاجتين صاروا غريبات. اول واحدة اللي هو انه ما وقع على الارض ونجا بعجوبة يعني ضل يدور حاله ونجا، لكن الثانية اذا عرفتوها اكتبوا لي بالكومنتات بدي اشوف من عنده قوة ملاحظة. Marty goes, picks it up, and here he goes. It's going to go off the pipe, off the other pipe, off Berger's toe along the goal line. هذا الفيديو يا جماعة يعني أكثر فيديو صدمني من فيديوهات اليوم عن جد، وعجبني كتير يعني لأنه صراحة
ما صدقت الموضوع اللي صار. فالقصة انه في فزبة كانت ماشية او دراجة نارية حسب ما بتسموها انتو، كانت ماشية ورا سيارة، فتبع الدراجة النارية كان مسرع فخبطت في السيارة اللي قدامه وطار هذا على الفزبة طار. لكن صار اشي يعني في الافلام ما بصير يعني الامان، يعني لولا ما شفته بالكاميرا كان ما صدقت. فهذا الفيديو يا جماعة راح تشوفوا جمال الطبيعة والحياة البحرية، راح تشوفوا كيف السمك بيشرب من الحوت عشان ما يتكلش. طبعا في كانت سفينة جنب الحوت بالضبط بالضبط، كان عليها ناس صيادين وكانوا بيصوروا المنظر اللي صار، فيعني كتب لهم عمر جديد انه نجوا من ضربة الحوت او انه الحوت خبط فيهم، لو انه خبط فيهم الحوت كان غرقوا وكان حين في اعداد الموتى، مع انه صار الاشي هذا هم قاعدين بيصوروا ولا عبال. هذا الفيديو راح يظهر حظ الحظ الحلو اللي هجى لهذا الراكب البسكليت، يعني عن جد راح تتمنوا حظه. طبعا مش تتمنوا حظه انه يصير معاكم وانه تقع عليكم شجره ويصير النظام اللي حيصير معاه، بس قصدي يعني تتمنوا حظكم يكون حلو، يعني هيك تتخطوا المشاكل زي هو متخطاها يعني. فهذا كان واقف تحت شجره، كان واقف تحت شجره هو واحد، فسبحان الله وقعت هاي الشجره حوالينه، لكن في المكان اللي هو واقف فيه ما وقعش عليه اي شيء. انتوا عارفين الشجره الكبيره لما توقع بتهد الواحد هاد، بس سبحان الله هذا الزلمه كتب له عمر جديد. الغريب في هذا الفيديو غير انه الطفل هذا اللي مسك السكوتر وقطع الشارع هو بيسوق في السكوتر، انه نجا بعجوبه من السياره اللي ممكن كانت تخبطه، كان لو لمسته لمس من كتر ما هو صغير، لو لمسته لمس كان انتقل الى رحمه الله. لكن اللي ضحكنا اكثر من هذا الموضوع انه شكل الطفل هو بيسوق في السكوتر، يعني كله قديش قد الشبر وبيسوق لك على السكوتر وبقطع الشارع، يعني الامانه ابسطنا الله يبسطه.